ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان أنول كل الرضا يومات أروح له مرتين، من السيدة لسيدنا الحسين والأروع. هاي، ازيكم يا جماعة؟ أنا آية، والنهاردة أنا هاكل أكل كتير قوي قدام الكاميرا. حلقة النهاردة أنا متقلي بس إن إحنا هناكل حاجات غريبة تلاقيها في أي سوبر ماركت. الحاجات النهارده كتيره وانا معرفهاش زي كل حلقه، بس حلقه النهارده ما فيهاش ابتكار قوي. انا بقى اللي هاكل واشوف بقى عجبني الحاجه ولا لا. يلا، طبق رقم 1. اوكي، هو بعنايه مجرده دي باين ان دي انواع جبن، والله اعلم، بس انا يا ريت حد يديني بقى سكينه عشان انا مش هاكل الحاجات دي كلها. يلا بينا، ليه في هدوء مش طبيعي. طيب، هي دي شكلها جبنه، ممكن تكون جبنه مثلا بالسبانخ، جبنه بالبيستو، جبنه باي حاجه خضراء. ماشي، احنا هندوق نشوف دلوقتي. بيستو، والله العظيم ما شفتش في حلاوتي. يعني البيستو ده بيبقى صوص معمول من الريحان، طعمها حلو جدا. اللي بعده دي طبعا انا مش عارفاها، دي ممكن تكون مثلا جبنه بالفحم. ايه ده، مالها مهزوزه كده؟ اللي بعده، والله دي شكلها ممكن تكون بقى مثلا جبنه سبايسي، جبنه حرقه. اما نشوف دلوقتي. حلوه، يعني عامله زي الشيدر مش اكتر. الصودا دي اللي طعمها مش لذيذ خالص، يعني الصودا دي اللي حسيت ان باكل حاجه مش حلوه خالص. اخر بقى واحده اللي هي شكلها جبنه ميكس بقى من كل حاجه. دي شكلها هالبينيو او فلفل حراق. ايه دي؟ فلفل حراق. ممكن بقى نشوف واحده واحده. اول جبنه زي ما انا قلت فعلا بالبيستو، زي ما انا قلت عشان انا جامده جدا. دي بقى انا مش عارفه، ممكن مثلا تكون يا فحم يا الاسوس، والله يعني لا. دي جبنه اسمها جبنه امستردام بليمون اسود، زي حياتي يعني، مش حوار، مش حلو، الجواش. الجبنه بتاعت الحرفيين بقى نشوفها. جبنه امستردام بس ثلاث الوان، عارفه ايه يعني؟ ايه المبهر في ان جبنه تبقى ثلاث الوان؟ يعني مش معقول. جبنه بالبيستو الاحمر، دي بقى ما حسيتهاش بيستو احمر خالص. انا اصلا اول مره في حياتي اسمع على بيستو احمر، يعني ده ريحان محطوط عليه طماطم، والله اعلم. اكتر حاجه عجبتني وممكن اكلها هي البيستو الخضراء، حلوه جدا. اللي بعد، من الواضح ان الحلقه حلقه جبنه النهارده، وانا شخصيا بحب الجبن جدا. دي شكلها جبنه شيدر، بس ممكن ندوق عشان البني ادم بيضحك عليه كتير. ايه ده؟ مش شيدر، لان الشيدر ما بتلقش كده. الشيدر ما بتلقش كده، شكلها جبنه رومي دي ولا ايه؟ رومي بس مرهقه شويه. فيجن تشيدر، ياه، دي احلى من الشيدر العاديه. دي جبنه نباتيه، حلوه قوي، يعني احلى من الشيدر بكتير، وانا متاكده انها هتبقى كمان صحيه اكتر. اللي بعده، خلاص احنا فهمنا ان دي حلقه الكولد كات سلاش الجبن. ده شكله لانشون، وممكن يكون بلانت بيست برضو لانه نفس اللقه، فده ممكن يكون لانشون نباتي او لانشون عادي. بس انا عايز اعرف يا جماعه، هو ازاي بتعمل شكله زي الطبيعي كده؟ انا افتح بس الورقه عشان ما اكونش برزع على الفاضي. لانشون فراخ نباتي، تحفه. يعني انا لو جبت لي ده وجبت لي العادي مش هحس بالفرق اصلا، مره خطير والله. اللي بعده، الله، ايه التحافه دي؟ حبيبتي تعالي خدي. هو ايه ده بقى يا شباب؟ هو من الواضح ان النهارده الحلقه نباتي. شكله فول حراتي والله، بس مرهق شويه. طب انا ده اكله عادي كده ولا افصصه؟ بنسال عشان مش عارفين، جهله. هقول ايه؟ يعني انا مش فاهمه، يعني كان نفسي اعرف السبب، يعني ليه؟ نفس طعم الفول الحراتي. ممكن اشوف الورقه، فاصوليا طويله هندي طازه، ماشي. يعني طب دي انا اعمل بيها ايه؟ اعملها في طاجن ولا اعمل ايه؟ انا مش فاهم. ماشي حلو، سيبي لي ده على جنب اخده. عامه انا عارفه ايه ده، مايكرو اروجولا، يعني جرجور، جرجير صغنون. حلوه يعني، بس يعني في ايه لما ناكل جرجير عادي؟ انا مش فاهمه في ايه. عامه طعمه بالظبط زي الجرجير، يعني انا مش حاسه بفرق، بس هو الجرجير ربنا مبارك فيه شويه، وده مسخوط حبتين. حلو حلو يعني، وبرده ممكن اخد اتنين تلاتة كده احطهم هنا. اللي بعده، اوه
طيب دي كلها حاجات بنجيبها من السوبر ماركت، وزي ما انتوا شايفين دي كيت كات تشانكي بوب كورن. دي انا كنت بشوف اعلاناتها في كل حته في القاهره، ان الاقيها مره فيعني يا ريت نشكر الاعداد على ان هم لقوا حاجه مفيش حد اصلا ملاقيها، لان انا والله العظيم انت اعلانات في كل حته، على كوبري اكتوبر، على محور، على اي حته بتلاقيها، وفي الاخر بندور عليها ما بنلاقيهاش. انا مش متوقعه انها بصراحه يبقى طعمها حلو، بس يلا بينا ندوق. المشكله انا بحب كل حاجه كيت كات في الدنيا والله العظيم، بوب كورن فعلا وفي كرانش كده. انا بحب الكيت كات التشانكي اللي بيبقى فيها كراميل، اللي بيبقى فيها بينت باتر، بس البوب كورن دي غريبه قوي، تحس ان هم حاطين لك قشر الفشار، يعني انا باكل قشر الفشار حاليا ومملح، انا بحب الحاجه المملحه يعني. حلوه هكملها ما تاخديهاش. طيب دي شوكولاته مكتوب عليها بنانا كوكو انيبس. كوكو انيبس ده انا مش عارفاه بصراحه، بنانا كوكو انيبس، مع ان انا مش عارفه ده معناه ايه. نو شوجرز ادد والسويتنر مالتي تول، يعني ما فيهوش سكر خالص، وبالموز. اول مره في حياتي اسمع عن شوكولاته بالموز من غير سكر، انا يعني شايفه حاجات عاديه هي كلها الياف وجميله وخالي الدسم ومسحوق مصل الحليب، اول مره اسمع عن مصل الحليب. ممكن ندوق، انا مش متحمسه بصراحه عشان الحاجات اللي فيها ابتكارات دي ما بتبقاش لذيذه. ريحتها شوكولاته بالموز، وزي ما احنا شايفين اهو اصفر من جوه فشكله موز فعلا. اوكي مبدئيا انا ما بحبش اي حاجه فيها موز، بس دي حلوه، هي جواها بس في حته موز صغنونه كده، وما اعرفش برده ايه الكوكو نبس ده ولا انبس، بس حلو قوي يعني، احلى من الكيت كات، وده انا مش مصدقاه. حد بيت ام فاروق اي اي ياه. طب يا جماعه زي ما احنا شايفين كده، ده اوريو بينت باتر واوريو بالمنت، الحاجات دي احنا ما بنشوفهاش يعني، انا ما شفتش الحاجات دي الا بره. انا بحب اي حاجه عليها شوكولاته ومنت، يعني اي حاجه عليها شوكولاته وزي كده نعناع انا احبها جدا، ودي انا كده كده عارفه ان انا هحبها، فاحنا خلينا ندوق دي وبعد كده ندوق دي. والله يعني ما اعرفش الحلقه النهارده الحاجه قفشه عليا ليه، مش فاهمه. حلوه قوي، وزي ما احنا شايفين في من جوه اخضر، الاخضر ده هو المنت. انا بحبها قوي، اي حد جرب الشوكولاته الريترو سبورت اللي جواها برده نعناع نفس الطعم، خطيره، بس برده مش كل الناس بتحب طعم الشوكولاته مع النعناع، انا بصراحه بحبه جدا، في كده كده حلو. طبعا الاوريو اللي بالبينت باتر ده مش محتاجه اجربه اصلا، انا اخده معايا. والله العظيم الحلقه تفتح النفس اقسم بالله. زي ما احنا شايفين من جوه هو لون بني زي لون البينت باتر كده، تحفه، بس انا على غير المتوقع، انا بحب اي حاجه فيها زبده فول السوداني، انا عاجبني المنت اكتر بصراحه، طعمه حلو جدا. اللي بعده، طيب احنا كلنا يا شباب نبلع بقى. انا شايفه ان ده برضو حاجه ما فيهاش، لا طلع فيها سكر، كنت هحور واقول ما فيهاش سكر خالص، فيها 22 جرام سكر، ومعموله المفروض من الصبار لانه الوفيرا كينج، وبطعم العنب، فانا خايفه لان انا اي حاجه فيها صبار بتتشرب يعني ما كانتش احسن حاجه بصراحه. في هونج كونج برضو انا جربت حاجه صبار كده كنت هعيط، اسمع مرعين، بس ريحتها حلوه، ريحتها جريبس، ريحتها عنب كده حلو. يلا هو صبار، ففي حتت صبار يعني، في حتت صبار كده تتاكل مش حلوه يعني، بس طعمه حلو يعني، انا بحب اي حاجه طعمها عنب، وبعدين عنب مزز يعني، عنب مش حلو، مش معسل يعني، مش قادره يعني، تحس انك بتاكلي جيلي كده، صبار فعلا. طب يا جماعه احنا نهينا الحلقه بالالوفيرا كينج، ودي حاجه غريبه. حلقه النهارده كانت من احلى الحلقات يعني، انتوا دايما لما حد بيلاقيني في الشارع بيقول لي ايه حلقتك المفضله، اعتقد دي ممكن تبقى من اوائل الحلقات. عجبني قوي الكيت كات، وعجبني الاوريو، وعجبني مش الالوفيرا كينج عشان بصراحه طعمه كان حلو، والجبن ممكن اجربها تاني ما فيهاش اي مشكله. طبعا كل الحاجات دي مش هتلاقيها في اي سوبر ماركت يعني، احنا فريق الاعداد ربنا يخليهولي كده يا رب بيلف
ويدور ويولع قلبنا. يعني انا بحب قوي الحلقات اللي هي ما بتبقاش انتقاما فيا، فدي كانت حلقه حلوه جدا، وانا فرحانه جدا ان انا بطلع كل اسبوع اوريكم حاجات جديده. ولو حد فيكم جرب اي حاجه من الحاجات دي او لقاها قولوا لي على فيسبوك او على يوتيوب او كلموني على انستغرام، واشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. يلا باي باي.